سميه حمزة لان اسم حمزة بريء منه، حرام ان نسميه حمزة، انما نسميه الطاغية. الطاغية البسيوني وقف في سجن البستيل في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزنزانة حبسا انفراديا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الاخر؟ من حبس من؟ ان ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة متجعا في طريق الزراعي اذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرف سيارته، واذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، واذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، واذا به يشحط في دمه، واذا بوجهه القبيح لا يكاد احد يقوى على رؤيته، واذا بجثمانه يظل صريحا ليراه من اراد ان يعتذر، وكأن الله قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. احنا النهاردة اصبحنا بعد هجر القرآن في غاية البؤس. شفت الصور لما يعملوا في الجامعة ده الحفلات الترفيهية في الجامعات يقوموا ما يلاقوش حد ينكتوا عليه غير القرآن والنبي. يوم يطلع كده يقول لك نكتة، يقول لك جبريل بيقول لمحمد اقرأ، محمد قال له ما انا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما انا بقارئ، فجبريل قال له تبقى انت فائت في الشفوي. يضحكوا الصلاة. الذكر لما بيقول النبي انت عبدي يبقى العبد لا يعصي سيده. ولذلك بلال كان يضرب ويلقى الصخر الثقيل على صدره في حر الصحراء. اصفر يا بلال. ده امية بن خلف بيقول له اصفر يا بلال. بلال يقول له احد احد فرد صمد لا والد ولا ولد رب السماء والفضاء والجبال والشجر ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. شوف الرجاله يقول له افتعصيني يا بلال وانا سيدك. ده انا سيدك بتعصي امري. يوم بلال يقول له ان اكن عصيتك فقد اطعت الله. يقوم يزود العذاب. يا سلام يزود له العذاب بلغة السجن الحربي يقول له اصرف له 1000 قربان. ده كانت اقل حاجة عند شمس بدران. ناس كان بتنضرب 5000. شوف بقى لما النساء ياخدوا يعلقوها من شعورها فوق، الشعر متعلق بحاجة متعلقين من الشعور في السجن الحربي يتعلقوا. وفيها ناس كانت تصدر الاوامر من عبد الناصر رأسا يقول له فور دول. يوم حمزه البسوني فارهم يعني ايه؟ والله العظيم هذا الكلام حقيقي على لسان حمزه نفسه قبل ما يموت. من اقرب الناس اليه تصدر الامر ان عبد الناصر فور دول. يقوم عشان يفورهم يقول لهم اسمعوا بقى فيه امر بان انا اموتكم
وما قدرش خلف الاوان. يجي واخد تنفحر لهم جايب 10 عسكر من جنود الحرب اسحر في الحته دي يسحر وينزلهم في الصحره ويجي رادم عليهم احياء. هم احياء وشهاده الوفاه تطلع كل شيء. رخر اقسم بالله واحد بيحلف لي ايمان صادقه انه كان صديق لحمزه وبعد ما ربنا قضى عليه وفصلت راسه بيقول حطناه النعش حاولنا ندخله المسجد عشان نصلي عليه فلم يدخل المسجد ابدا. يقسم بالله يقول والله عملنا المستحيل عشان ندخلك يا حمزه المسجد نصلي عليه كانك حاطط قدام النعش خط بغيض. ما هو راضي يدخل. حصلش هذا ابدا. كل واحد يعذب بالطريقه بتاعته. العالم اللي يعرفه ان راجل بيبلغ رسالات الله والله جاب واحد اسمه الشيخ عوضي سلام الله يرحمه ويغفر ليه. كان راجل واعظ وعظيم. ده قال عملت زي ما مولدته. ده قال زي ما مولدته واتغمس عينيه وواحد والعياذ بالله يمسك عصا ويلعب له في حورته. كل واحد بالشيء اللي يناسبه. وكان في موتة في سجن الحرب اسمها الموتة الصامتة. يموت بس ما يضربش. يموت ازاي؟ يجيب الوصية اللي متوفى عليها من السراية. من صلاة عبد الناصر. يوكلوها مش وجبنا حد. فالحرب الشديد. ياكل ما هو مش على كده. ويشرب مية. اديله مية زي ما هو عايز. ومية ثلجة. يا عبد مية. لانه واكل ملوحة. وبعد كده يقوم يجيب ايديه يربطهم ورا ظهره ربطة معلمين. وكانوا جايبين عيال عساكر في السجن الحرب مدربين في المانيا وفي روسيا. عيال يعني كفايه رؤيتهم وصوتهم لا يعرفوا ربنا ولا النبي ولا حد ابدا. يعني كل النبي اسمه يقول يا حد مطلق. ما يعرف حاجه ابدا. ما يعرفش حاجه ابدا. يجيب ويربط ايديه ورا ظهره ويجي على عضو التذكير اللي هو عضو اللي بنتبول منه ويحط على فتحة البول قطعة من البلاستر. يجي اخينا عايز يتبول لانه شرب مية. المسارة اشتغلت. الكلى اشتغل. يلاقي فتحة البول مسدود. فيحبس فيه البول فيتسمم دمه فيموت. ولذلك الحال اللي احنا فيها دي ما تقولوش ان ربنا لا يظلم احد. طب والشعب ذنبه ايه؟ لانه كان بيهلل وكان بيهتز وكان بيقول دبح دبح يا جمال لا رجعية ولا اسلام دبح دبح يا جمال. واكلين سندوتشات فول بقى وما تقول لكل واحد ربع جنيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ابن تيمية بيقول ايه بعد ما تصلي على الحبيب؟ ان الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قالوا له جبت الكلام ده منين يا ابن تيمية يا راجل يا عالم يا محترم يا اللي ملأت طباق الارض علما وحكمة؟ قال لهم قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ما دام اهلها مصلحين يبقى ما فيش اهلاك. انما الهلاك يجي على ايه؟ على الظلم. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. ان اخذه اليم شديد. وحد العزيز الحميد. فضيلة